لاعب الوداد اشرف داري يعني اللي تعرض للاصابه في الديربي البيضاوي الحمد لله جرى العمليه الجراحيه بنجاح الله يشافيه يا رب من المقرر كان انه غيمشي لفرنسا باش يكمل العلاج ولكن قلب الوجهه ويكمل العلاج دياله في قطر في العاصمه القطريه الدوحه بعد ما كان كيف ما قلنا انه كان غيمشي لفرنسا لاستكمال العلاج دياله ولكن الرغبة ديالو في الالتحاق بأنه حيت كاين صاحبه تما في صلاح الدين السعيدي فبغى يداوى ويكمل <applause> العلاج حدا صاحبه صلاح الدين السعيدي نتمنوا ليه بدوروا الشفاء العاجل وكل المصابين في الرياضة في بلادنا أكيد الله يشفيه ويعافيه يا ربي ورجع لنا أه بصحيحته وقع على رجلاته وبخيره. صحيح يعني نعم انا اختم الموضوع انا يا ريت انه صافي بارك علينا انه يمشي يتعالج في قطر خصو يمشي يتعالج دابا في المركب الجديد آه دابا في المركب الجديد آه يتعالج يعني نعم. ما يزال البركه ولا كذا ما عرفناش وصافي صافي ندش رسميا على انه واش الخدمه واش بدات الخدمه ولا ما خدمة. نعم انه الا كنا نهضروا على الجمالية والقيمة مركب محمد السادس <applause> لكرة القدم المرافق الممتازة اللي فيه المعايير الصحية كبيرة آلات أطباء خصنا نشوفوه بركة على أنه يمشي قطر ولا يمشي فرنسا نشوفوه صحيح